ساندويتش برجر شكله لذيذ، بس عمرك تخيلت المجهود والتعب اللي انت محتاج تعمله عشان تحرق الدهون اللي تدخلها جسمك من الساندويتش ده؟ طب النهاردة انا هوريك ده. في الفيديو ده انا استعنت بصديقي الكابتن آسر الغامض اللي محدش يعرفه. انا هاخد بيج ماك كومبو ريجولار. اتنين بيج ماك كومبو ريجولار، خلي الاتنين كلها عادي. تعرف الساندويتش ده لوحده فيه كام كالوري؟ بيج ماك؟ البيج ماك كام؟ فيه 550 كالوري لوحده. 550 كالوري من غير البطاطسايه دي. عارف بقى باكت البطاطس ده كام كالوري؟ كام؟ ميديوم صح؟ فيه 320 كالوري. عادي يعني مش حوار. ده من غير البيبسي برضه بتاع 210 كالوري. يعني 1000 وكام؟ القصه دي كلها داخله لها كده في 1080 كالوري، 1080 سعره حراريه. مش موضوع كبير. اتهيألك. عايز تعرف كده ال 1080 كالوري دول تحرقهم بايه؟ بايه؟ تعال انا اوريك بايه. يلا بينا. بص بقى، احنا هنعمل سيركت تريننج على 3 مرات، وبعد كده هناخد نص ساعه كارديو كل 10 دقائق على جهاز مختلف، ويا رب نجيب ال 1080 كالوري ان شاء الله. حاجه من الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهارده هي الساعه. الساعه هتقدر ان هي تقيس كل الكالوريز اللي انا بحرقها على مدار التمرين النهارده. فهتقول لنا على اخر اليوم احنا حرقنا قد ايه. ماشي، اول حاجه 15 عده ضغط. تمام، يلا ستارت. 1 2 عاش كام كده؟ كام عده؟ 3 4 5 15 كرانشز. يلا ناك بسرعه بسرعه. جامد. 1 2 3 15. يلا 1 2 3 قالب بيربي. يلا 1 2 ووتر بريك. جامد قوي جامد قوي. الموضوع مضحك. نعمل ده كم مره؟ 3 مرات. يعني ايه برجر في 1000 كالوري؟ يعني ايه كالوري؟ كالوري هي وحده قياس الطاقه في الجسم. فلو انت بتستهلك، جسمك بيحرق طاقه بمقدار 1000 كالوري ودخلت 1500، يبقى في 500 زياده. في 500 زياده. 500 دي زياده هيحصل فيهم ايه؟ يبقوا دهون، تخزنوا دهون. بسم الله. جو جام. 1 2 اوكي. ليه مش قادر؟ هانت بقى. يلا تو جامد جامد. خلاص يلا لاست لاست فنش. عاش قوي. حرام والله. كل ده عشان برجر. كل ده 6 دقايق بس. 6 دقايق و40 ثانية. قلت لك 1000 كالوري مش سهلة. أنت ما سمعتش كلامي. إحنا ما جبناش 100 كالوري لسه. لسه بدري. أنت دلوقتي في العادي، أنا مثلا لما على مدار الأسبوع أنا ككريم محتاج قد إيه تمرين عشان أحرق الأكل اللي باكله في أسبوع واحد؟ تعال نجيبها لأول يوم وبعد كده نضرب في 7. فطرك مثلا فطرت فول وطعمية وبتنجان وكلام من ده. طيب بص، هتلاقي عامل مشترك في أي حاجة أنت قلتها دلوقتي. الكالوريز السايلة بتبقى دنس قوي. ليه؟ لأن جرام الدهون فيه 9 كالوري. أي حاجة بقى مقلية هي غطسانة حرفيا في زيت، متشربة زيت. فالكلام ده بيرفع. يعني مثلا الفول في حد ذاته ممكن يبقى وجبة غذائية كويسة كويسة جدا، لكن بالطريقة اللي اتعمل بيها بالظبط. أنت ممكن يوم زي اللي أنت بتحكي فيه ده تلاقي نفسك مدخل 6000 كالوري مثلا. لو جيت قلت لي مثلا كلت بيتزايه في اليوم 2500 كالوري، بيتزايه الميديوم مع فطار زي اللي انت حكيت عليه، تلاقيه مثلا وصل له 6000 كالوري. 6000 كالوري ده تقريبا 3 اضعاف الكالوريز اللي انت بتحرقها في يومك، طبقا لمنظمات الصحه العالميه ما قايله ان متوسط حرق الانسان بعد شويه مجهود بسيط 2000 كالوري. ممكن اشرب ميه؟ هنريح قد ايه؟ دقيقتين ونطلع على الكارديو. اول حاجه معانا التريدميل، وبعدين بعد التريدميل هنخش على الاليبتيكال. تمام. نقلل السرعة ولا ايه؟ ماشي 30 ثانية. هخليها 12. كمل هخليها 12. ماشي هخليها 15.
وهعمل لك 16 دقيقة. لا لا ايه 15 ثانية. شكله حاجة تاني. أنا آسف، أنا آسف لجسمي. لما التيشيرت يبقى عرقان كده ومليان مية تعرف إن أنت بتعمل حاجة، تعرف إن أنت بدأت تحرق خس وطماطم ولحمة وحاجات كتير. 400 كالوري حرقنا، حوالي 390 كالوري، يعني قول 400 كالوري بس اللي جاي أسهل. أنت حرقت النهاردة كام كالوري؟ أنا لسه بادئ. لسه هتحرق؟ أوه. ناوي تحرق إيه النهاردة؟ أنت عايز تحرق كام؟ 1080. خلاص 1080 النهاردة. خلاص؟ اتفضل. طلعني بقى معاك؟ خلاص أنت طلعت أهو. خلاص مش هحرق. ماشي. حبيبي. حاجات الدلع دي حلوة. ممكن نعلي الليفل شوية؟ نعلي الليفل شوية؟ يعني أنت كإنسان طبيعي مش مغلط منك أنت تعمل ده في يومك العادي. 600 كالوري. خلصنا ال 15 دقيقة. حرقنا لحد دلوقتي 600 كالوري. ايه اللي بعده يا كوتش؟ العجله. جسمك بيوصل لمرحله معينه يبدا ان هو يحرق لوحده. يعني حرقنا 600 كالوري بس يعني اول ما شربنا ميه وتمشينا حرق 26 عادي لوحده. هو كده كده انت خلاص جسمك عمال بيحرق دلوقتي، بس كل ما بتمرن هو بيحرق اكتر. انت جسمك ميت، انت عمال بتضرب في ميت فمش حاسس بقى. عندنا 800 كالوري يعتبر خلصنا الكارديو. سيبك انت، ايه رايك في ادائي؟ جامد محترف. هاند خمسة. هاند 1000 كالوري. ألف أربعة وسبعين. خد ال 6 دول ممكن نحرقهم واحنا قاعدين كده. ده ايه ده؟ بص اول ما لقيت ضغط خلصناهم على طول. 1083. ألف مبروك. عاش قوي. مش سهل الموضوع، مرهق مش سهل. لو انت هتحسبها ان انت كل حاجه هتاكلها هتروح تحرقها بالطريقه دي هتفكر كتير، هتفكر 1080 مرة. نديها بقى ايه؟ حبة دوناتس محلي. سعادة. تاكل دوناتس؟ أعوذ بالله. تبقى ممتعة. مبسوط. أول حاجة. العداد بيعد، خلي بالك. 190 كالوري. 190 كالوري؟ 190 كالوري. حاسك زلطتها بسرعة وداخل في الثانية. يتحرقوا. يتحرقوا بسرعة. يتحرقوا. قررت إن أنا هاجي أحرق الكالوريز بتوع الدوناتس في البادل. بس بقى ايه، قررت ان انا احرقهم مع العيال. يوسف جيب لي ده بول. طبعا احنا بنلعب اي كلام من ده، ولا هنلعب بقوانين ولا بنلعب باي حاجه، احنا بنلعب على الله كده. ماشي. غالبا الواحد هيحرق الكالوريز في ان هو بيلم الكور. في نص ساعه حرقنا 200 و90 كالوري. كلنا بنحب الاكل وبنستمتع بيه، وانا مش جاي اقول لك بطل اكل عشان انا مش هبطل، بس هقول لك خلي بالك من اللي بتدخله جسمك، وان المجهود اللي هتحتاجه عشان تتخلص من كل الدهون دي هو مجهود مش عادي. الخلاصه هو الاعتدال والتوازن بين اكلك ومجهودك البدني.